غضب عارم عبر عنه تجار الذهب في العاصمة اليمنية رداً على ابتزاز الحوثيين لهم. لجأت ميليشيات الحوثي في اليمن إلى ممارسات تترجم إفلاسها وعدم قدرتها على الصمود أمام الضربات المتواصلة للقوات اليمنية المشتركة بدعم من التحالف العربي. تمعن ميليشيات الحوثي في أساليب نهب ثروات اليمنيين، فلم يتوقف جشع المتمردين عند سرقة المساعدات الإنسانية المقدمة للمحاصرين من أبناء اليمن، ليصل طمعهم إلى حد نهب بضائع التجار اليمنيين الذين يتخذون من ميناء الحديدة مقراً لمعاملاتهم التجارية. تمارس ميليشيا الحوثية الابتزاز بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وتضيق معيشتهم من خلال عملية احتكار لبيع الغاز المنزلي وافتعال أزمات ما بين الحين والآخر بهدف الحصول على أرباح هائلة واحتكار البيع والتوزيع. تحول الكثير منهم إلى قطاع طرق، وتحول بعضهم إلى بياعين أراضي، وإلى نهب حقوق الآخرين وفرض إتاوات في نقاط عديدة.